المساء، وهذا الانطلاق في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. الشوط العاشر الخاص بالمهجنات إلى صايل الذي حمل التحديات هذا الميدان. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل في تحديات هذا المساء الجميل وهذا الانطلاق الرائع. الشوط العاشر قبل قليل اعلنت بدايه انطلاق واعطت اشاره البدء لصايل الذلل المهجنات في بشعارات اصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقه والجميله. ابحر في عمق الميدان مع المراكز الاولى، وهذه قمريه قمريه على المركز الاول، تسيطر على مقدمه الشوط بشعار هجن العاصفه، وتليها في المركز الثاني شان. ما شاء الله اسماء عرفت الميادين وعرفتها ميادين السباقات في الدوله وخارج الدوله، يتقدمن على المركز الاول والثاني شان وقمريه من هجن العاصفه، يقود انقياث الهلالي في عمليه التضمير، بينما ريما في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد يقودها في التضمير، بينما المركز الرابع هذه رهان من هجن العاصفه يضمرها غياث الهلالي تندفع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس لفته في المركز الخامس تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعه في هذه التحديات في المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه شود لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع يتولى عمليه تضميرها. وصلت الشاهينيه لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم على المركز السابع، يضمرها الشاعر حمد بن علي العويسي. والمركز الثامن وصلت هذه ميزه أو مزايا، نعم مزايا جميلة ومزايا حميدة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيج بن سالم بالعرطي يضمرها. أما المركز التاسع تواجدت العنود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها، بينما هناك الشاهينية من هجن العاصفة في المركز العاشر يتولى عملية تضميرها اللي هو غياث الهلالي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة العشر، المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته. Thank you.
نعود مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق. عودة إلى المراكز الأولى، نسير مع المقدمة والتغيير على المركز الأول. غيرت مشاهدينا العزاء، تقدمت بالمركز الأول ريمة. ريمة على المركز الأول، تعود ملكيتها لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما جمرية على المركز الثاني من هجن العاصفة، ويضمرها غياث الهلالي. بينما شان على المركز الثالث أيضا من هجن العاصفة، وغياث الهلالي يقود التضمير في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. يا سلام الثلاثية الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. هذه الأسماء اللي انطلقت على المراكز الأولى. المركز الرابع وصلت مشاهدينا متابعين الكرام، وهذه رهان من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. لفتة في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها مطر بن محمد بالضبيعة. بينما وصلت في حظات شودة لسمو الشيخ سعيدون بن راشد المكتوم بن مسفر. عملية تضميرها، وهناك اللي يطلق في هذه اللحظات مزايا سخران حمبر المم، يضمرها اعتالم بالعرطي، وتتقدم لسمو الشيخ زايد بن المر حن علي سعودها في عمل تتر في هذا الانطلاق. يا سلام كزمن. هذه الثامنة التاسعة والعناكة لهجن العاصفة لهجنيرها غيات الهلالي. يا سلام، عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى في الاندفاع في الشوط العاشر في أشواط مساء هذا اليوم وتحدياته مساء هذا اليوم وانطلاقاته على يتي هذا الميدان. أشوف الثلاثية اللي انطلقت في هذا الاندفاع وقادت هنشان ذات الشان مشاهدينا العزاء على المركز الأول في هذا الاندفاع. هذه الأسماء اللي طالت وجالت وحققت إنجازات يعرفها الجمهور والمتابعين، شان جمرية وكذلك اللي هي ريمة. يا السلام، أسماء أن صالت وجالت، قدمت الكثير من إنجازات طيلة فترتها العمرية، وصلت إلى هذا السن، وأيضا تمكن هذا السن بالإنجازات في سن الحول. مرة تنطلق في هذا المساء لنتابعها عبر شاشة دبي ريسنج من ميدان المرموم في هذه الانطلاقات. وهذه شان تتقدمهن وتقودهن على رأس الحربة، وهي تسيطر على مقدمة الشوط. بينما قمرية مشاهدينا العزاء، قمرية يا سلام، قمرية على المركز الثاني من هجن العاصفة كذلك، يضمرها غياث الهلالي. المركز الثالث ريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير، يتقدم على المركز الثالث. وثلاثية جميلة ورائعة على أرضية هذا الميدان بهذا الاندفاع والانطلاق الجميل والشيق والرائع في هذا الميدان. ننطلق مع المركز الرابع، وبنلقى في رابع المراكز شهودة لتعود ملكيتها لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع. هناك لفتة مشاهدي العزاء اللي تنطلق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعة يقودها في التضمير. بينما وصلت في هذه اللحظات الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غيات الهلالي. مزايا تأتي في هذه الانطلاقات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي. يا سلام يا سلام، شوف هذه الأسماء وشوف هذه التحديات. أسماء جميلة سجلت أسماءها بحروف من ذهب، قدمت الكثير وانطلقت في هذا المساء وفي هذا الموسم الأخير من انطلاقات هذا الموسم، موسمنا التمهيدي اللي انطلقت فيه هذه الأصايل من بداية وفي الأوان الأخيرة
والجزء الأخير في تحديات هذا الموسم إلى التطعية والكثير من الإنجازات مع جماهير الأصالة جماهير الناموس والتحدي في هذه الانطلاقات. نعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية مع الألف ومئتين. يا سلام يا سلام يا سلام هناك مع هذه الانطلاق وشان وقمرية قمرية 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 وشان شان وقمرية مشاهدين العزاء. يا سلام يا سلام هذه قمرية هذه قمرية على المركز الأول قمرية تندفع مشاهدين العزاء كعوايدها دائما بالإنجازات بالتحديات بالتنافس الشيق والجميل مع شان 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 عادة مشاهدي العزاء شان وقمرية وكذلك كريمة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من بداية الانطلاقة منافسات شيقة. يا سلام يا سلام ما بين الثلاث شان وقمرية وريمة على المركز الثالث شان وقمرية وريمة ريمة وشان وقمرية قمرية 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 يا سلام تشبه نعم قمرية لنوم ست حمدان. يا سلام هذه قمرية تنطلق بالمركز الأول تندفع بالمقدمة دائما بتحدياتها وانطلاقاتها. يا سلام وشان في المركز الثاني عروض تلقائية عروض ذاتية. يا سلام يا سلام مذخورة طاقة تركيز عالي المستوى في هذه الأيام وفي هذا الاندفاع. يا سلام قمرية على المركز الأول انطلقت بالمقدمة وشان في المركز الثاني وريمة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد ولكن قمرية وشان شان وقمرية هجن العاصفة على المركز الأول تصل قمرية كعوايدها دائما بهذه الانطلاقات. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز فوز قمرية بالمركز الأول شان في المركز الثاني لفته في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الرابعة اللي هي ريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخامسة مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا هذا التوقيت الزمني مشاهدي العزاء على شاشة التلفزيون لقمرية اللي قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة و50 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية موصولة مشاهدي العزاء لغياث الهلالي على الفوز قمرية بينما لفتة اللي وصلت في المركز الثاني في 12 دقيقة 50 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وشكرا مطر بالضبيعة بينما المركز الثالث وصلت في شام في 12 دقيقة 50 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.